الأخ السائل هنا يسأل ويقول: زيارة البلاد الكافرة محرمة إلا بسببها، وإذا كان هناك أقليات مسلمة منظمة تشكل مجتمعا داخل المجتمع غير المسلم، فهل يجوز لي أن أزورهم في الله وأن أدعوهم وأن أتعامل معهم وأن أقصدهم بالزيارة ولو كانوا ضمن إطار بلاد الكافرين؟ نعم، السفر إلى بلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة من أجل هؤلاء المسلمين ليشد أزرهم وينظر في أحوالهم، هذا أمر لا بأس به، ولكن لا بد أن يكون لدى الإنسان علم يدفع به الشبهات ودين يدفع به الشهوات، لأنه ربما يسافر إلى هذه البلاد الكافرة من أجل إخوانه المسلمين فيها ولكنه ليس عنده حصيلة من العلم بحيث تورد عليه الشبهات فيبقى شاكا مترددا، أو يكون ليس ذا دين قوي فينامس في الشهوات. فإذا كان الإنسان عنده حصانة من علم ودين وذهب إلى هذه البلاد من أجل زيارة إخوانه المسلمين فإن ذلك لا بأس به، بل قد يكون مطلوبا لما فيه من شد أزر هؤلاء المسلمين وتثبيتهم وإشعارهم بأن لهم إخوة في جهات أخرى. أحسن الله إليكم.